fonctionnel, un laboratoire, des nombres, un peu plus de... تأتي هذه الاتفاقية الجديدة ضمن مسار تنويع مواقع الاستقبال وتحسين نوعية التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن، كما ستسهم في تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية التكفل الصحي بالمواطنين، لا سيما من خلال إيجاد السير جديدة للتعاون في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات المستعصية والتي لا يتجاوز عددها حاليا في الجزائر 6 حالات، من بينها زراعة الكبد عند الأطفال وزراعة النخاع العظمي عند الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 3 سنوات، إضافة إلى التشوهات الخلقية الشريانية الدماغية وكذا الشريانية المحيطية. هذه التجربة التي بدأت البارح مع مجمع أوروبي والآن مجتمع إيطالي، المجمع الإيطالي تعطي لنا على الأقل نظرة مستقبلية استشرافية حول الطب في الجزائر والصحة في الجزائر. أولا سنستفيد على الأقل من التجربة، وسيقومون بعملية جراحية في بوسماعيل وفي كليرفان، على الأقل هناك هدف وهو التكوين. النقطة الثانية أخذ تجربة حول تسيير العمليات الجراحية وتطويرها على حساب نظام آخر في دولة أخرى، وهذا مفيد جدا لنا. يجب إقامة تبادلات، لا يمكن لأحد أن يعمل بمفرده، علينا العمل معا. أولئك الذين يملكون الخبرة يجب أن ينقلوها. مشروعنا في المستقبل يكمن في نقل التكنولوجيات والمهارات من خلال التكوين. التكوين هو المستقبل.